السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي، أحب أوضح إن إحنا كمؤسسة منح من كل الألوان بنوفر العديد والعديد من الخدمات، زي منح دراسية مضمونة البلفصين، خدمة تقديم على كورسات في هولندا، عقود عمل في أوروبا وكندا، خدمة خطوات دعوة، والعديد والعديد من الخدمات. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. هنبدأ ببركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. المنحة بتاعت النهاردة اللي عندنا هي منحة حكومية، وأول لما تسمع كلمة منحة حكومية يعني أنت بتتكلم عن منحة ممتازة جدا. المنحة دي مقدمة من حكومة فنلندا، تمام، في أوروبا. والمنحة دي متاحة لجميع المراحل الدراسية، سواء أنت في آخر سنة ثانوية عامة وخلصت ثانوية عامة وعايز تدرس بكالوريوس متاح ليك، متاح ليك دراسة الماجستير لو أنت خلصت البكالوريوس أو في آخر سنة بكالوريوس، متاح ليك حتى دراسة الدكتوراه، فتعتبر متاحة لجميع المراحل الدراسية. كمان متاحة لجميع الدول اللي التقديم عليها، سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي. المنحة دي متاح ليها التقديم لحد 25 يناير 2025، وده اعتمادا على حسب الجامعة اللي بيتم التقديم ليها. يعني ممكن في جامعات هيديها ليها التقديم بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، كل جامعة وليها ديدلاين معين، لان المنحة دي زي ما احنا قلنا منحة حكومية، فبالتالي انت بتختار الجامعة اللي انت مهتم بالدراسة فيها وبتشوف الجامعة دي اخر ميعاد للتقديم ليها امتى. تمام كده. طيب الاوراق اللي بتكون مطلوبه بتعتمد ايضا على حسب الجامعه اللي انت هتقدم ليها، بس بشكل عام اوراقك الشخصيه اللي هي مثلا شهاداتك، السيره الذاتيه بتاعتك وما الى ذلك. مميزات المنحه دي بتختلف ايضا على حسب الجامعه، تمام. يعني مثلا هنقول بشكل عام او في اغلب الحالات بيتم تمويل الدراسه كلها بتكون مجانا، كمان بيتم تزويدك على الاقل راتب سنوي 5000 يورو عشان يغطي لك تكاليف المعيشه، تمام. دي من اهم المميزات الخاصه بالمنحه. طيب دلوقتي بقى هنتعرف على الجزء الخاص بالتقديم، ووريكم من الموقع الرسمي الخاص بالمنحة دي ازاي احنا ممكن نمشي خطوة بخطوة ونعرف ازاي ايه الخطوات للتقديم على المنحة دي بشكل صحيح. وهنا دي القناة الخاصة بينا، تلاقوا عليها جميع فيديوهات المنح اللي احنا بنعرضها على قناتنا وجميع الخدمات اللي احنا بنوفرها، ودي برضو الموقع الرسمي الخاص بينا، تلاقوا عليه جميع مقالات المنح الدراسية وجميع الخدمات ايضا. ودي مقالة المنحة اللي احنا بنتكلم عليها اليوم باللغة العربية، هنا مشروح فيها كل التفاصيل باللغة العربية وآخر ميعاد للتقديم وكل شيء. وهتيجي في آخر المقالة هتلاقي مجموعة روابط، طبعا الرابط ده اللي هو رابط خدماتنا الإضافية للناس اللي حابة تقدم من خلالنا وتتعرف على خدماتنا، تضغطوا عليه هتلاقي كل الخدمات الخاصة بينا، وهتلاقوا مثلا انك عايز تقدم على منحة حكومة فنلندا، هتلاقي سيكشن التقديم للمنح أو خدمة التقديم للمنح، تضغط على تقديم الآن واستمارة التقديم هتفتح معاك وتملأ التفاصيل الخاصة بيها وخدمة العملاء هتواصل معاك وترتب ليك كل شيء، وطبعا ممكن تشوفوا باقي الخدمات الخاصة بيها. هنيجي هنا بقى على كلمة قدم الآن ونضغط عليها عشان يفتح معانا الإعلان الرسمي ويفتح معانا الموقع الرسمي. طبعا ده الموقع الرسمي كاتب لك Study in Finland، وده تفاصيل الخاصة ب يعني بالدراسة بشكل عام في فنلندا، تمام. وهنا بيقول لك ان فنلندا لديها 13 جامعة، تمام. فنلندا has 13 universities and 22 universities of applied science، بيقول لك ان فيها 13 جامعة عامة و12 او 22 جامعة خاصة بالعلوم والتكنولوجيا، تمام. وبيتم التدريس باللغة الانجليزية لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. هتيجي هنا من الجنب من فوق هتلاقي عندك حاجة هنا اسمها scholarship، فنلاند سكولارشيب، تضغط على الجزء ده من هنا كده وهيفتح معاك المنحه الخاصه بحكومه فنلندا، تمام. فكاتب لك هنا فنلاند سكولارشيب فور ماستر ديجري ستودنتس، على سبيل المثال للناس اللي حابه تقدم على درجه الماجستير. فبيقول لك مثلا ان المنح المتاحه لدرجه الماجستير بيتم توفير فيها تمويل كبير زي 5000 يورو، رسوم الدراسه، ممكن تذاكر الطيران. هنا كاتب لك المنح مثلا المتاحه للدكتوراه متوفره. طيب انا حابب اشوف مثلا المنح المتاحه للبكالوريوس، هتيجي على جزء هنا الباشلر اند ماستر سكولارشيب وتضغط عليها برضو، تمام، ويطلع لك الجزء الخاص بالباشلر ديجري. هنا دي كيفية التقديم للدراسة على أساس درجة البكالوريوس أو الماجستير. فتلاقي إن الموقع ده بيقدم الدراسة في فنلندا وبيقدم أيضا منح، يعني ده الموقع الرسمي للدراسة في فنلندا بشكل عام وبيتم عرض عليه جميع التفاصيل. على سبيل المثال مثلا لو احنا رجعنا على فنلاند سكولارشيب عشان نشوف مثلا المنح الخاصة بالماجستير، ده على سبيل المثال حابين نقرأ مثلا ازاي ممكن نقدم لمنح الماجستير. فبيقول لك ايه، ان انت ممكن تقدم على المنح من خلال انك تعرف الميعاد للتقديم من الجامعة نفسه، وبيقول لك check the application procedure deadline and detail requirement directly from the university. لازم انك تعرف الاول التفاصيل من الجامعة اللي انت حابب تقدم عليها، وكاتب لك دي مجموعة الجامعات المتاح لها التقديم، تمام.
وهنا زي مثلا يونيفرسيتي اوف هلسنكي، تمام؟ فمثلا انت حابب تقدم على الجامعه دي، كل اللي انا هعمله ان انا هضغط على الجامعه نفسها وادخل على الموقع بتاع الجامعه، هيوجهني للموقع الرسمي للجامعه وابدا اقرا على تفاصيل الجامعه والمنح اللي بتقدمها الجامعه دي، تمام؟ فهنا دخلني فين؟ شوف كده دخلني فين؟ على الموقع الرسمي للجامعه نفسها، وبعد كده بدا يطلع لي جزء تيوشن فيز اند سكولر شيب بروجرام، بيديني هنا جزء المنح الدراسيه، المنح متاحه من امتى لامتى، طب بيتم توفير ايه، طب الدراسه كل شيء، طب كيفيه التقديم، كل حاجه موضحها لك يعني. فانا مثلا لو مهتم بالدراسه في الجامعه دي يبقى انا المفروض همشي تبع الجامعه دي وهقدم ليها. طب لو انا مثلا مهتم بجامعه اخرى، تمام، يبقى هرجع مثلا لقائمه الجامعات واختار الجامعه اللي انا مهتم بيها، تمام؟ فبالتالي هنا يا جماعه خلاصه الموضوع ان مفيش ابلكيشن محدد عشان تقدم عليه على المنحه من هنا. كل الفكره ان لازم تدخل على الجامعه المعنيه او الجامعه اللي انت مهتم بيها وتعرف تفاصيلها، وهتطلع هنا قائمه الجامعات من خلال موقع ستادي ان فنلاند، وتدخل على كل جامعه وتعرف تفاصيلها وتعرف ميعاد التقديم، لان زي ما احنا قلنا اخر ميعاد 25 يناير 2025، بس ده مش بينطبق على كل الجامعات، تمام؟ يعني مثلا ممكن الجامعه دي يونيفرسيتي اوف هلسنكي ممكن يكون هينتهي ليها التقديم بعد شهرين ثلاثه، فبالتالي انا لازم ابدا من دلوقتي ارتب اموري بالجامعه اللي انا مهتم بيها واتعرف على تفاصيلها، تمام؟ فدي كده بالنسبه لتفاصيل المنحه. وزي ما احنا قلنا عندك هنا قائمه المنح الدراسيه ايضا زي الباشلر والماستر سكولار شيب، ايضا ممكن تدخل على الجزء ده وتتعرف اكتر برضو، زي ممكن تقدم على منح البكالوريوس وتمشي فيها خطوه بخطوه، لان مفيش ابلكيشن ثابت، هي بتختلف على حسب المرحله الدراسيه والجامعه اللي انت هتقدم عليها، تمام؟ فكده شرحنا التفاصيل الخاصه بمنح فنلندا، تمام؟ والناس اللي حابه تقدم من خلالنا ما تنسوش خدماتنا الاضافيه. اتمنى التوفيق للجميع، شكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.